هذا يعني أن امتحان البكالوريا الذي اجتازه التلاميذ هذه السنة إما أنه كان امتحان لكي نفسر النتيجة، النتيجة ونسبة النجاح التي زادت عن السنة الماضية التي كانت سنة دراسية عادية، والسنة الحالية تكون سنة استثنائية، يمكن أن نقارن مع سنة دراسية أخرى التي كانت هي أيضا استثنائية، هي سنة كورونا. مقارنة يمكن أن تصح بين هذه وتلك، ولكن حتى هذه المقارنة ربما تكون غير صحيحة. النتيجة أفرحت الجميع بالتأكيد على حساب النساب، ولكن دعنا الآن نحلل. امتحانات البكالوريا في تقديري تعتبر تقييما ليس للتلميذ، وإنما تقييم لكل الفاعلين في المنظومة، وليس فقط في السنة النهائية، وإنما هو على الأقل في الثلاث سنوات التي تسبق وصول التلميذ إلى البكالوريا. إذن فهي عملية تقييم لهذا المسار، فينبغي أن تقرأ بأرقام حقيقية وواقعية إن كنا نريد أن نقوم بعملية إصلاح ما يمكن إصلاحه، تدارك ما يمكن تداركه، وتتمين ما يمكن تتمينه. مستوى التلاميذ المغاربة متدني باعتراف من وزارة التربية الوطنية، تقول أن 80% من التلاميذ المغاربة لا يتحكمون في تعلمات الأساس، وأن 80% من التلاميذ في السنة الخامسة ابتدائي لا يستطيعون قراءة نص بسيط باللغة العربية أو اللغة الفرنسية، ولا يستطيعون حتى القسمة بشكل صحيح في الرياضيات في الحساب، وبالتالي فهناك ضعف شديد في التعلمات. متتبعينا مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي ينظمه موقع اليوم 24 بشراكة مع جمعية أماكن لجودة التعليم والمركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية. هذا اللقاء يأتي في سياق سلسلة من اللقاءات بعنوان التعليم في المغرب إلى أين، نناقش فيه مجموعة من القضايا متعلقة بمنظومة التربية والتكوين وتقييم برامج البيداغوجية ومختلف المواضيع المتعلقة بالمنظومة التربوية. نرحب بالأستاذ عبد الناصر ناجي رئيس جمعية أماكن لجودة التعليم، والأستاذ خالد صمدي أستاذ التعليم العالي ووزير سابق رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية. في هذا اللقاء نود أن نناقش نتائج امتحانات البكالوريا. تابعنا أن نسبة النجاح يعني 67% وبزيادة تصل إلى أكثر من 8% مقارنة مع السنة الماضية، رغم أن هذه السنة كانت فيها إضرابات لمدة 4 أشهر. ما قراءتكم سي ناجي لهذه النتائج؟ طبعا في البداية لابد من تهنئة الناجحين والناجحات في هذا الامتحان، امتحان البكالوريا الذي يشكل لحظة هامة بالنسبة للأسر بالنسبة للتلاميذ، يعني ينتظرها الرأي العام بشغف، لأنها تشكل مرحلة مفصلية بالنسبة للمنظومة التربوية، تحول من التعليم الثانوي إلى التعليم العالي، وبالتالي فهي تشكل لحظة تاريخية يمكن أن يقال بالنسبة للمسار التربوي والمسار التعليمي للمتعلم. عندما نتحدث عن نتائج البكالوريا ينبغي أن نستحضر مسألة أساسية، وهي منظومة الامتحان. امتحان البكالوريا تبنى على 3 ركائز. الركيزة الأولى هي المراقبة المستمرة التي تكون طيلة السنة، ويمتحن فيها التلميذ لمعرفة قدرته على المواكبة طيلة هذه السنة الدراسية، وتشكل نقطة تحتسب في امتحان البكالوريا. نقطة ضعيفة مقارنة مع الامتحان الوطني 25%. ثم الامتحان الجهوي الذي يشكل هو أيضا محطة أساسية، امتحان يجرى في السنة الأولى البكالوريا في المواد التي تعتبر ثانوية بالنسبة للمتعلم في الشعبة التي يدرس فيها.
ثم المكون الثالث هو المكون الأهم لأنه يحتسب ب 50% هو امتحان الوطن. هذه السنة كانت خاصة لها خصوصية مرتبطة أساسا بتوقف الدراسة لمدة تقريبا أكثر من 3 أشهر، وبعض الأحيان يمكن أن نقول 4 أشهر، ولكن بالنسبة للوزارة حسب الإحصاءات التي أعلنت عنها واحتسبتها بالأيام تقول أنها في المتوسط 35 يوم توقف الدراسة. بغض النظر عن الأرقام فنحن نعرف أن في الواقع كان هناك توقف للدراسة أكثر من 3 أشهر بفعل الإضرابات. هذا التوقف بالضرورة أثر على التحصيل الدراسي رغم الإجراءات أو التدابير التي قامت بها وزارة التربية الوطنية لاستدراك الزمن الضائع سواء من خلال تكييف المقرر مع ما تبقى من السنة الدراسية أو بإضافة أسبوع. في الحقيقة هذا الأسبوع تم إعادة النظر فيه لأن نعلم أن عطلة عيد الفطر كانت امتدت أيضا إلى أسبوع، وبالتالي يمكن اعتبار أن الإضافة لم تكن عمليا. ثم الدعم التربوي الذي يعني أقرته وزارة التربية الوطنية حتى داخل العطل، ولكن رغم هذه التدابير فمنطقيا لا يمكن أن نقول بأن التلميذ تدارك الزمن الضائع والتحصيل الدراسي الذي كان مفروض أن يصل إليه في الأيام العادية. هذا يعني أن امتحان البكالوريا الذي اجتازه التلاميذ هذه السنة إما أنه كان امتحان لكي نفسر النتيجة ونسبة النجاح التي زادت عن السنة الماضية التي كانت سنة دراسية عادية، والسنة الحالية تكون سنة استثنائية، يمكن أن نقارن مع سنة دراسية أخرى التي كانت هي أيضا استثنائية هي سنة كورونا. المقارنة يمكن أن تصح بين هذه وتلك، ولكن حتى هذه المقارنة ربما تكون غير صحيحة لأن في زمن كورونا كنا قد اعترفنا بأن التلاميذ لم يدرسوا المقرر كاملا، كنا اقتطعنا ثلث المقرر والامتحان كان في الثلثين المقرر، ولكن هذه السنة نقول أن المقرر ظل كما هو باستثناء أننا تكيفنا. تفسير قبل تفسير الزيادة هناك معطى مهم ينبغي أن نذكر به، وهو أن مستوى التلاميذ المغاربة متدني باعتراف وزارة التربية الوطنية، تقول أن 80% من التلاميذ المغاربة لا يتحكمون في تعلمات الأساس، وأن 80% من التلاميذ في السنة الخامسة ابتدائي لا يستطيعون قراءة نص بسيط باللغة العربية أو اللغة الفرنسية، ولا يستطيعون حتى القسمة بشكل صحيح في الرياضيات في الحساب، وبالتالي فهناك ضعف شديد في التعلمات. كيف نفسر أن هذا الضعف الشديد الذي يكون في تعلمات الأساس عندما يصل هذا التلميذ وهو نفسه يصل إلى البكالوريا يصبح قادرا على اجتياز امتحان البكالوريا؟ التفسير الوحيد أو تفسيرين، التفسير الأول هو أن امتحان البكالوريا هذه السنة كان أسهل من السنوات الماضية، كان في مستوى التلاميذ، حاولنا أن نكيف الامتحانات مع مستوى التلاميذ وليس العكس، ليس تكييف مستوى التلاميذ مع مستوى الامتحان الذي ينبغي أن يكون لكي نحافظ على قيمة البكالوريا، ينبغي أن يكون في مستوى معين. إذن هذا التفسير الأول. التفسير الثاني هو المكون الثالث للبكالوريا الذي هو المراقبة المستمرة، أكيد أنه كان فيه ارتفاع على المستوى العادي، المستوى العادي اللي كان في السنوات الماضية، وأنا أنتظر من وزارة التربية الوطنية أن تقول لنا نسبة التلاميذ الذين حصلوا على أكثر من 10 في الامتحان الوطني، عطونا غير هذا الرقم، نسبة التلاميذ الذين حصلوا أكثر من 10 في الامتحان الوطني كي نقارن وتكون لدينا فكرة قريبة من الصواب حول مستوى التلاميذ، لأن إذا واصلنا في هذا الاتجاه فأكيد أن الامتحانات لن تعكس وهي لا تعكس المستوى الحقيقي للتلاميذ. نفس السؤال أستاذ خالد الصمدي،
يعني هناك تفسير لقال سيد ناصر الناجي، امتحان بسيط، المراقبة المستمرة، نقاط يعني يمكن كانت مرتفعة، ولكن كاين واحد الجانب آخر يمكن اللي هو أنه التلاميذ اللي هما في المستوى البكالوريا كيديروا الدعم. يعني معظم الآن الأسر كتخلص على الأبناء ديالها أنهم تهيئهم لامتحانات البكالوريا بشكل ذاتي، خاصة في الفترة اللي كان فيها هاد الإضرابات اللي دامت أكثر من 3 شهور. يعني ما هي قراءتكم؟ هو يعني بدوري أهنئ الناجحين والناجحات في امتحانات ديال البكالوريا، وأتمنى للمستدركين والمستدركات أيضا فرصة أخرى للاستدراك ولتحقيق الأمنية للحصول على شهادة البكالوريا اللي هي أمنية التلاميذ وأمنية الأسر، هذا لا شك فيه. النتيجة أفرحت الجميع بالتأكيد على حساب النساء، ولكن دعنا الآن نحلل. نحن نقوم بعملية تحليل واقع منظومة تربوية بغض النظر عن الجانب العاطفي وجانب يعني ردود الفعل ديال الأسر وما تابعناه في مواقع التواصل الاجتماعي من احتفال كبير جدا بهذه النتيجة، وحال البرامج الإعلامية التي عقدها السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يعني عكست نوعا من التفاؤل والرضا. لكن دعنا نحلل كما قلت معطيات المنظومة التربوية. امتحانات البكالوريا في تقديري تعتبر تقييما ليس للتلميذ، وإنما تقييم لكل الفاعلين في المنظومة، وليس فقط في السنة النهائية، وإنما هو على الأقل في 3 سنوات التي تسبق وصول التلميذ إلى البكالوريا. إذن فهي عملية تقييم لهذا المسار، فينبغي أن تقرأ بأرقام حقيقية وواقعية إن كنا نريد أن نقوم بعملية إصلاح ما يمكن إصلاحه، تدارك ما يمكن تداركه، وتتمين ما يمكن تتمينه. نعطي واحد مجموعة من المعطيات. أولا، التلاميذ اللي وصلوا الآن للبكالوريا هما التلاميذ اللي كانوا هذه قبل 3 سنوات في كورونا، بمعنى أنه ضعف التعلمات والإشكالات بغض النظر على التوقف اللي تم هذه السنة، راه يعني مسار غير طبيعي، مسار مرتبك منذ حوالي 3 سنوات، سواء بظروف خارج عن الإرادة وهي الظروف الصحية العالمية، أو بظروف الداخلية الوطنية نتيجة الارتباك الذي وقع على مستوى المنظومة نتيجة النظام الأساسي. إذن هذه 3 سنوات كلها راكمت جملة من الارتباكات، كان من المتوقع على أنه تعطينا نتائج على الأقل في الحدود الأدنى الطبيعية أن تنخفض واحد النسبة ديال 5 إلى 10% طبيعي. أقول طبيعي هو هذا، لأنه القراءة في هذا الواقع كيعطي هذا الاستشراف، كيعطي هذا، وما نكونوش أنذاك فقدنا شي حاجة، لا بالعكس، لأن هناك الشيء اللي خارج عن الإرادة. كنتكلموا على كورونا، التلاميذ ديال التاسع اللي طلعوا الأولى راه طلعوا بتكوينات ضعيفة واحتاجوا إلى استدراكات وإلى مجهود كبير جدا. إذا أنا كنت أنظر إلى أن النتائج ديال البكالوريا السنة لو انخفضت بنسبة 10% بين 7 إلى 10% قد يكون هذا نتيجة طبيعية، ويمكننا أن نعترف بواقعنا وأن نقول واقع الحال وهذا وهالأسباب ونفسر ثم نستدرك جماعة. لكن المفاجئ هو أن تكون عملية الارتفاع، هذا معطى الأول. المعطى الثاني هو أننا ينبغي أن نفرق بين الامتحانات والتقييم. شنو هو التقييم بحال اللي قال السي الناجي؟ التقييم هو كاين واحد مستوى معين في البكالوريا الذي يحافظ على قيمة الشهادة، ونحاول ما أمكن أن نقوم بعملية تقييم مستوى التلاميذ في علاقتهم بهذا المستوى. كنحافظوا على المستوى البكالوريا، كنحاولوا نشوفوا التلاميذ واش وصلوا لذاك المستوى ولا ما وصلوش. اما ان نقوم بعمليه الامتحان شنو هو الامتحان؟ هو الا قريتي 2 دروس نعطيك الامتحان في 2 دروس، واخا انت كان في الواقع باش نتكلموا شويه بالدارجه خصك تقرا 10 دروس في الفيزياء و10 في الرياضيات، قريتي 2 في الفيزياء 2 في الرياضيات، عاود ما نعملوا الامتحان في 10 اللي هو النيفو ديال البكالوريا اللي غادي يحتاجوا التلميذ، وهذا غنتكلموا عليه في لي كونكور، يعني في المباريات وفي الالتحاق بالتعليم العالي. ربما عملنا على تكييف الامتحانات مع ما درس التلاميذ، وهذا في تقديره هو الذي يفسر
هاد النتيجه. النقطه الثالثه اللي نبغي نختم بها كيف كنظن اش كان في المواد الادبيه اكثر من المواد العلميه، هو نظام تقييم كله انا في التقدير ديالي ودائما كنت نقولها في البكالوريا خصو اعاده نظر، خصو اعاده نظر لانه كاين هناك مجموعه من المواد التي تتحكم في المسار ديال النتائج اللي كيكون عندها كويفيسيون ديال 6 و5 وكاين اللي عنده 1 و2 وكنعتبروا على انه ربما هذه المواد ما عندهاش اهميه شيء من هذا القبيل، خاصه مواد العلوم الانسانيه والاجتماعيه والتربيه الاسلاميه وما يرتبط بها، خاصه وانها تكون شخصيات المتعلم، ما كتكوننا شيء تقني، كتكوننا الانسان. وهذه المواد في الحقيقه اللي في كثير من الاحيان موجوده في الامتحانات الجهويه وفي السنه الثانيه بكالوريا ما كتقراش كاع نهائيا، خاصه بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، هذا اشكال كبير وكبير جدا، ينبغي فيه اعاده النظر. وكيمكننا نديروا حلقه خاصه، يمكن كيعتبروا بان ما كيتمتحنوش فيها، وهذا اشكال، هذا اشكال في نظام التقييم ككل. انا قلت يمكننا نديروا حلقه خاصه على اصلاح نظام البكالوريا ككل في علاقه التعليم الثانوي بالتعليم العالي، وشنا هي المواد اللي عندها علاقه بالتنشئه الاجتماعيه والبنيه ديال الانسان، واللي عندها علاقه بسوق الشغل وما يرتبط به. هذا على كل حال هذا مفتاح اخر. السؤال اللي يمكن نجاوب عليه من بعد هو النتائج الحقيقيه للبكالوريا غادي تظهر في النتائج ديال الكونكور ديال التحاق التلاميذ بالتعليم العالي، خاصه بكليات الطب ومدارس المهندسين وما الى ذلك. هناك تبدو المفارقه، وهناك يمكننا ان نحكم هل ابناؤنا وبناتنا يعني عندهم الكفايات اللازمه باش يلتحقوا بالتعليم العالي، ام ان هذه النتائج كان عليها اكثر من علامات استفهام. هذا ما يتعلق يعني بالشعاب العلميه، يعني اساسا اللي هما اللي تيمشوا للمعاهد، اما الشعاب الادبيه فهي كتمشي المؤسسات يعني الاستقطاب المفتوح والمؤسسات يعني الكليات الى نعم نعم يعني بعض الشعاب يعني بعض الشعاب اللي فيها. بس سنجي غير واحد ملاحظه، وانه كاين تراجع في عدد المرشحين لامتحانات البكالوريا مقارنه مع السنه الماضيه، يعني كنا في حوالي 410,273، هذه السنة 362,848. يعني شو قراءتك لهذا التراجع في عدد المرشحين؟ هو اللي إذا رجعنا إلى نظام البكالوريا، فمرشحين البكالوريا هناك ثلاث أصناف: مرشحين بالتعليم العمومي، مرشحين بالتعليم الخاص، والأحرار. أحرار الذين يجتازون امتحان البكالوريا وهم خارج المنظومة التربوية. بالنسبة لعدد المرشحين التراجع، طبعا تفسيره راجع إلى البنية الديمغرافية المغربية التي هي في طور التحول، وفي السنوات القادمة ابتداء من 2030 أعتقد حسب الإحصاءات الرسمية، فسينقلب يبدأ الهرم السكاني في انقلاب، بمعنى أنه القاعدة التي كانت متسعة، يعني قاعدة الهرم، ستصبح قاعدة أضيق وستتسع قمة الهرم تدريجيا، مما يعني أن نسبة الشباب في النسيج الديموغرافي المغربي ستقل تدريجيا، ونسبة الأطفال أقل من نسبة الشباب، وهي غادا في هذا الاتجاه. وبالتالي فمنتظر في المنظومة التربوية أن في السنوات القادمة أن يقل عدد المرشحين في البكالوريا تدريجيا، لأن الولوج للمدارس من التعليم الأولي والابتدائي غيبدا كيقل. يقل الولوج للمنظومة التربوية، العدد إجمالا غيكون لي تراجع، بالتالي غادي تكون تراجع في المرشحين ديال البكالوريا. ولكن اريد ان اعود الى مساله تفسير النتائج، هناك جوج ديال العناصر الاخرى ينبغي الوقوف عندها. العنصر الاول وهو نحن اليوم في مرحله اصلاح للمنظومه، وهذا الاصلاح المنظومه بني على فرضيه متفق عليها من طرف الجميع، هو ان المنظومه التربويه في ازمه، وهذه الأزمة مرتبطة أساسا بأزمة التعلمات، بمعنى أن التحصيل الدراسي ضعيف،
وبالتالي نحن نحاول أن نطور المنظومة التربوية لكي تصبح قادرة على تحسين مخرجاتها وتحسين التحصيل الدراسي. إذا كنا اليوم عندما نصل إلى البكالوريا نقول أننا وصلنا إلى نسبة نجاح 67.8 الآن، ثم ستصل بالضرورة في الدورة الاستدراكية بعد احتساب الدورة الاستدراكية إلى أكثر من 80 وربما تصل إلى 85%، هذا يعني بلي عندنا مشكل غير في 15%. 15% اللي عندهم مشكل، والحال أنه ماشي والحال أنه ماشي صحيح، لأن المشكل وكأننا نقول أو الرسالة التي نريد أن نبلغ الرأي العام بأن المنظومة بخير، المنظومة التربوية بخير، وبالتالي لا حاجة للإصلاح، لا حاجة لكل هذا الإصلاح الذي نريد أن ونحن نتحدث ربما في حلقة أخرى عن مدارس الريادة. لماذا مدارس الريادة إذا كانت المدرسة بخير وأننا وصلنا إلى هذا المستوى من النجاح؟ إذا كان النجاح يعكس استحقاق يعني المستوى الحقيقي، إذا كانت الوزارة تدافع وتقول أن هذا النجاح هو بالفعل يعكس المستوى الحقيقي للتلميذ، معنى أن المستوى الأخرتي وصل إلى مستويات متميزة، لا داعي إلى إصلاح المنظومة ونحن الحمد لله بخير. المسألة الثانية هو مرتبطة بمسألة تدبيرية. اليوم وزارة التربية الوطنية منذ هذه السنة، وهي ليست أول مرة يتم التوقيع على هذا ما سمي بعقد النجاعة أو عقود النجاعة ما بين الأكاديميات والوزارة، هذه العقود تحدد مؤشرات، مؤشرات ينبغي أن تحققها الأكاديميات في مجموعة من المجالات مرتبطة بإصلاح المنظومة التربوية. وفي البكالوريا حددنا نسبة نجاح تصل إلى 85%، بمعنى أن هناك التزام ما بين الأكاديميات ووزارة التربوية الوطنية لتحقيق هذه النسبة 85%، والأكاديميات نفسها وقعت عقود كذلك للنجاح مع المديرية الإقليمية لتصل هي أيضا إلى 85%. ما هي انعكاسات العملية في الميدان لهذا العقود النجاح؟ الانعكاس الأول هو أن جميع المسؤولين التربويين في المجال الترابي في أي جهة من الجهات يجتهدون لتحقيق هذه النتيجة بغض النظر عن الوسائل، لأن النتيجة هي التي تهم، أن نحقق هذه النتيجة. وقد ومن تمظهرات ربما السلبية لهذا التسابق لتحقيق هذه النتيجة التي ستكون هي أيضا تحتسب في فعالية التدبير في المؤسسات في الجهات، وأن بعض المديريات اجتهدت أكثر من اللازم وأرادت أن تحقق نتائج أفضل، هناك من اقترب من 95%. سيدي قاسم 93%، 95% في الدورة الأولى، يعني أن في الدورة الثانية سنتجاوز 100%، من المستحيل أن نتجاوزها، ولكن لا. خاصة وأننا دابا عندما نحتسب نسبة البكالوريا نحتسبها ماشي قياسا للمرشحين، نحتسب نسبة النجاح قياسا للحضور الذين حضروا واجتازوا الامتحان. وهذه طبعا هي أصلا لا ينبغي أن تحتسب بهذا الشكل، ينبغي أن نحتسبها قياسا للمرشحين. هذا مرشح، هذا ما جاش راه يعني محسوب، ولكن نحتسب قياسا. وأنا أتوقع أن هذه المديريات التي قد تصل إلى 100% لكي تخفض نوعا ما من هذا يعني هذا الأمر ستعود للاحتساب عدد المترشحين بدل عدد الحاضرين. نحن على مشارف نهاية ديال هذا المحور المتعلق بتقييم أو مناقشة نتائج البكالوريا، عندي واحد ملاحظة يعني من خلال النتائج، وهو دائما ثانة بعد أخرى نلاحظ يعني تفوق الإناث على الذكور من حيث النقاط، يعني إلى ما يعزى هذا الأمر، يعني في هذه السنة يعني سجلنا 72% نسبة نجاح الإناث مقارنة مع 62.6% بالنسبة للذكور. هذا مسجل طبعا في خلال هذه السنوات كلها، ولكن غادي نجاوبك، إنما
استكمالا لما قال الدكتور النجي بإيجاز طبعا غياب مؤشرات التقييم دلائل المرجعية للجودة التي هي التي تحكم، لأنه واش الأكاديمية اشتغلت بهذا المنطق أو الوزارة اشتغلت بمنطق آخر إلى غير ذلك، خص واحد الحاكم في الوسط وهو أنظمة الجودة وأنظمة التقييم. أنظمة الجودة وأنظمة التقييم غير موجودة لحد الساعة، وبالتالي يمكن للوزارة أن تفسر النتائج كما تريد، ويمكن لأي شخص أن يفسر النتائج كما يريد. إذن أنا أدعو إلى تقييم حقيقي من خلال الإسراع بإخراج هذه أنظمة التقييم. التفوق ديال الإناث على 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 الذكور، هذه نسب نسجلها منذ مدة، تعكس بالفعل على أن هناك اهتمام كبير جدا بالنسبة للإناث بعملية الدراسة والتركيز وما إلى ذلك، لكنها في نفس الوقت يمكن أنا في تقديري أن نقرأها في ضوء النتائج الديمغرافية التي تحدثت عنها سابقا، وبالتالي نسبة الإناث الآن رها تقريبا حتى في المؤسسات ديال التعليم العالي ربما أكثر. أتوقع على أنه النتائج ديال الإحصاء الوطني المرتقبة إن شاء الله ستعطي مجموعة من الأرقام التي ستفسر، يعني هذه كلها غتكون تفسيرات أولية، ستفسر بالضبط الهرم السكاني، ستعطي عملية استشراف مستقبلية لعدد المدرسين وعدد المؤسسات التعليمية والتخصصات التي ينبغي أن تكون، يعني كل الاستراتيجيات الوطنية في تقديري يمكن أن تبنى على الإحصاء الوطني للسكان والسكنة، وبالتالي تبقى هذه المؤشرات هي مؤشرات أولية في انتظار هذه النتائج الكبرى التي يمكن أن تؤثر على السياسة العمومية. سي النجي، عندك شي تفسير لمسألة الإناث هم الأكثر تفوقا والامتحانات؟ هو أنا عندي تفسيرين. التفسير الأول هو أن الفتاة المغربية هذه ظاهرة عالمية، ظاهرة عالمية إلا في العلوم والرياضيات، خاصة الرياضيات لا زال هناك في الدول المتقدمة تفوق للذكور. العلوم تقريبا ولات الأمور متساوية، ولكن في المواد الأدبية منذ سنوات هناك تفوق للفتيات على الذكور. وطبيعة الفتاة خاصة في ظروف العيش الحالية، التطورات التي حصلت، الذكور يكونون أكثر انطلاقا في الحياة، بالتالي تشتت الذهن في مجموعة من الأمور التي يشغلون بها حياتهم تكون أكثر عند الذكور من الإناث. والمسألة الثانية هو أنه في السياسات العمومية منذ سنوات، منذ عشرات السنين، هناك تشجيع للفتاة على الفتاة سواء في التمدرس أو في الحياة بصفة عامة، التوجه نحو المساواة نحو المناصفة. اليوم ولينا في التعليم اجتزنا المناصفة، وربما اليوم ربما خص تكون حركة مقابلة للحركات النسوية، خص تكون حركات رجولية، حركات لإعادة التوازن. هذا لا ينعكس على سوق الشغل والإناث. حسب سوق الشغل. مثلا لخدينا في التعليم، مثلا لخدينا التعليم الأولي راه كاين 100 تقريبا تقريبا نساء، خدينا التعليم الابتدائي راه كاين تفوق الإناث على الذكور الآن في التعليم الابتدائي. على حسب القطاعات وعلى، ولكن الأمور راها هذا في هذا الاتجاه. وبما أن التعليم هو الذي يفضي إلى سوق الشغل، بما أن المعادلة انقلبت في التعليم، فطبعا سينعكس ذلك على سوق الشغل. بهذا نأتي إلى نهاية هذه المناقشة في هذا المحور، وإلى لقاء آخر بإذن الله.